عائشة منورانا النهاردة على ريد كاربت. ثانك يو بنورك. كلمينا عن فكرة وجود مهرجان بقى مختص بالدراما، كنتوا كفنانين مفتقدين ده، خاصة ان انت بقيتي واحدة من النجمات البارزات جدا في الدراما المصرية. انا وجودي هنا بيشرفني ومفرحني قوي قوي. اول ما استاذ اشرف زكي كلمني قلت له يعني انا هاجي من غير ما تعزمني اصلا. طبعا ده مهم قوي. انا بعشق الدراما المصريه وشايفاها اتطورت قوي السنين اللي فاتت. ف مهرجان زي ده مهم قوي وتوقيته صح. كلميني كلام كمان عن دورك في ملف سيري، كان دور مختلف وعمل كمان مختلف. كلميني عن عائشه بقى في دورها في المسلسل. يعني بقاله كتير مسلسل نسيته. يعني المسلسل طبعا مهم قوي وحبيت التجربه وحبيت التعاون مع استاذ هاني سلامه طبعا، وبس كان دور حلو يعني حبيت الدور. دايما عائشه واخده يعني حب كبير جدا في قلوب المصريين وبيعتبروكي انك مصريه، كل الناس خلاص متخيله في ذهنها ان عائشه مصريه، قدرتي تعملي ده ازاي؟ لا ما قدرتش والله، لا بجد يعني انا لسه بحس ان في يعني في ادوار معينه مثلا مش قادره اعملها، يعني مثلا بتتعرض عليا حاجات شعبي نفسي اعملها بس حاسه ان انا دلوقتي حالا مش قادره، فحاسه ان انا لازم اوصل لحته كده مصرية قوي 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 عشان اعرف اعمل النوعية دي. قوليلي كمان ايه العمل اللي تتمني تقدميه في مصر؟ عمل معين؟ لا مفيش، بس بحب الادوار والاعمال التاريخية، فمش عارف مفيش حاجة معينة في دماغي، بس يعني اكيد لو هيبقى في حاجة من النوعية دي هبقى مبسوطة قوي وانا بعملها. اشكرك على وجودك معانا وبنتمنى لك التوفيق.